ولسه مستمرين مع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي ولقاء امس وفد من اعضاء لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب بمقر الأمان العامه لوزاره الدفاع اللقاء تناول مناقشه الاوضاع الحاليه والتهديدات اللي بتواجه الامن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة وقال القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة حريصة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي في كل القضايا التي تمس عملها بما يدعم ركائز الأمن القومي المصري وأكد كمان على جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومي التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري. في ظل الظروف الدوليه والاقليميه المحيطه والقى القائد العام للقوات المسلحه كلمه رحب فيها باعضاء اللجنه من جانبهم اشاد اعضاء اللجنه بالجهود التي تبذلها القوات المسلحه في حمايه ركائز الامن القومي المصري وتامين كافه الاتجاهات والحفاظ على اعلى معدلات القدره والجاهزيه وتامين الجبهه الداخليه والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تهدف امن الوطن واستقراره في ظل الجهود المكثفه للقياده السياسيه على الساحتين الداخليه والخارجيه التي اصفرت عن استعاده مصر لدورها الرائد في المنطقه حضر اللقاء عدد من كبار قاده القوات المسلحه